السلام عليكم. قبل أن نبدأ بخصوص اختبار المرحلة الأولى من هذه الدورة، سيكون إن شاء الله في وصف الفيديو في الحلقة القادمة، فاستعدوا. هذه الدورة حتى نستوعب مقسمة إلى ثلاث مراحل. هذه الحلقة هي الحلقة قبل الأخيرة من المرحلة الأولى. لكل مرحلة اختبار من 20 سؤالاً، إذن مجموع أسئلة الدورة من 60 سؤالاً، وحتى تجتاز المراحل الثلاث عليك أن تحصل على 40 نقطة من 60 نقطة كحد أدنى. والآن لنبدأ الحلقة على بركة الله. هذه الحلقة أنا عرضتها قبل ذلك على هذه القناة ضمن سلسلة نظرية التطور، لكني أردت إدراجها ضمن هذه الدورة لأهميتها ولعرضها بتفصيل أوسع. سنعرض في هذه الحلقة أكبر الأدلة التي يستخدمها دعاة نظرية التطور على الإطلاق. الدليل الأول، وهو دليل التحام الكروموسوم الثاني في الإنسان. يقول دعاة النظرية: بما أن الشمبانزي يحتوي على 48 كروموسوماً والإنسان يحتوي على 46 كروموسوماً، إذن لابد أن هناك التحاماً جرى بين كروموسومين في الإنسان. التحام جرى بين كروموسومين، وهذا ما رصدوه بحسب تخمينهم في الكروموسوم رقم 2 في الإنسان. هذه واحدة من أكبر الأدلة التي يروج لها دعاة النظرية. لكن لنهدأ قليلاً، هل هذا الدليل علم أم فلسفة؟ العلم التجريبي عندما يستمع لمثل هذه الدعوة أن الإنسان والشمبانزي تطورا من سلف مشترك، سيقول لك العلم: هذه دعوة يلزمها رصد. أنت أيها التطوري تضع تصورا معينا في ذهنك أن الإنسان والشمبانزي أتيا من سلف واحد مشترك، ثم تقوم بتوجيه البحث نحو هذا التصور. هذه مصادرة على المطلوب، وهي إحدى المغالطات المنطقية الشهيرة، لأننا بنفس هذا الأسلوب يمكننا أن نزعم أن الإنسان والبطاطا أتيا من سلف مشترك واحد، لأن البطاطا أيضاً تحتوي على 48 كروموسوماً مثل الشمبانزي تماماً، فلماذا الشمبانزي وليست البطاطا؟ طالما أن المسألة عدد كروموسومات. ثم إن هناك نوعاً من أسماك الزينة يدعى جوبي يحتوي بالضبط على نفس عدد الكروموسومات في الإنسان، 46 كروموسوماً، فلماذا الشمبانزي وليس جوبي؟ الموضوع للأسف مصادرة على المطلوب وتوجيه البحث نحو تصور معين في ذهن داعية التطور. وحتى نتأكد أن هذه فلسفة، دعونا نضع افتراضاً، وركزوا معي في هذا الافتراض. سنفترض أن الإنسان الأول كان يمتلك 48 كروموسوماً، وأتى الأبناء بنفس هذه الصورة 48 كروموسوماً، وفجأة أتى أحد الأحفاد، وفي هذا الحفيد حصل اندماج بين كروموسومين، ثم أتت الذرية البشرية المعاصرة من هذا الحفيد. هل تستطيع علمياً أن تثبت خطأ هذا السيناريو وصحة سيناريو النظرية؟ بل أنا أرى أن هذا السيناريو أقرب فلسفياً، لأنه يقلل عدد الفروض، وبالتالي هو أصح علمياً طبقاً لما يعرف بمبدأ نسل أوكام. فالمسألة فروض عقلية وتخمينات. والآن لننتقل للشق الثاني من جواب هذه الدعوة. هل بالفعل حصل اندماج في الكروموسوم الثاني في الإنسان؟ هذا الكلام كان يطرح قبل العام 2003، قبل مشروع الجينوم البشري. لكن بعد العام 2003 استطعنا جيداً أن نقرأ شفرة الجينوم البشري. عرفنا تتابعات الحروف في الكروموسوم الثاني في الإنسان، ومما أصبح يعرفه كل باحث في الشفرات الجينية أنه في نهاية كل كروموسوم يوجد تتابع معين من الحروف بهذه الصورة: تاء تاء ألف جيم جيم جيم، أو تي تي اي جي جي جي، آلاف المرات بهذا التتابع: تاء تاء ألف جيم جيم جيم. وهذا التتابع بهذه الصورة له خاصية عجيبة، سبحان الله،
وهي الحفاظ على الكروموسوم من التلف. لو حصل التحام بين كروموسومين، فالمفترض أن منطقة الالتحام تكون ممتلئة بضعف هذا التتابع ت ت ألف جيم جيم جيم، لأنها منطقة نهاية كروموسومين. أجريت دراسات كثيرة على هذه المنطقة التي زعم أنه حصل فيها التحام، وتبين أنها منطقة مزدحمة بالجينات الوظيفية، جينات وظيفية تسفر لبروتينات متخصصة وليست مجرد منطقة تلاحم. والغريب أن الدراسات التي تدافع عن هذه الفرضية، فرضية التحام الكروموسومين، تعترف أن منطقة الالتحام ليس بها العدد المتوقع من تاء تاء ألف جيم جيم جيم، ليس بها أي علامات التحام. نقطة أخيرة في هذه الدعوة، وسط كل كروموسوم هناك منطقة تسمى السنترومير، وبالتالي فالمفترض في الكروموسوم الثاني في الإنسان أن نجد اثنين من السنتروميرات. وكالعادة حاول دعاة النظرية أن يشيروا إلى تتابع معين باعتباره بقايا سنترومير قديم، لكننا اكتشفنا أن هذا المكان المشار إليه ليس به الألفويد دي إن إيه المميز للسنترومير، بل إنه في دراسة أخرى عجيبة تبين أن تتابع حروف السنترومير في الشمبانزي والغوريلا لا يوجد هذا التتابع في أي منطقة في الكروموسوم الثاني في الإنسان، وهذا ينسف هذه الدعوة من جذورها. ترتيب حروف السنترومير في الشمبانزي والغوريلا، هذا الترتيب بهذا الشكل لا يوجد إطلاقا في أي مكان في الكروموسوم الثاني في الإنسان. وحتى يخرجوا من هذه الورطة، افترضوا أن هناك تطورا سريعا جدا أدى لاختفاء أي أثر للسنترومير القديم. السنترومير القديم اختفى فجأة دون أي أثر. دائما حين يفتقد البرهان يظهر السحر. دائما حين يفتقد البرهان يظهر السحر. يظهر السحر. يظهر السحر. والآن هيا ننتقل للدليل الثاني عند دعاة النظرية، وهو فرع العصب الحائر recurrent laryngeal nerve. يقول دعاة النظرية: نحن اكتشفنا أن فرع العصب الحائر recurrent laryngeal nerve يخرج من المخ، وبدلا من الدخول مباشرة نحو الحنجرة فإنه ينزل للأسفل ويدور حول الأورطة، ثم يصعد مرة أخرى للأعلى حتى يدخل الحنجرة. هذه اللفة دليل على أننا كنا أسماكا. انظر دائما لحجم الدعوة وقارنها بحجم الحجة عليها، وسوف تعرف الفرق بين صاحب الحق والمهرج. انظر دائما لحجم الدعوة وقارنها بحجم الحجة عليها، وسوف تعرف الفرق بين صاحب الحق والمهرج. للرد على هذه الدعوة، أولا هناك عصب حنجري يخرج من المخ مباشرة نحو الحنجرة، وهو superior laryngeal nerve. إذن بالمنطق لفت العصب الحائر recurrent laryngeal nerve، هذه اللفة لابد أنها لهدف لتحقيق مهمة محددة، سواء عرفنا هذا الهدف هذه المهمة أو لم نعرفه. لو لم تتم هذه اللفة لابد وأنه سوف تحصل مشكلة، لكن للأسف دعاة النظرية يبحثون عن أي دليل لبقايا التطور في الإنسان. فهل يا ترى اكتشفنا هدفا لهذه اللفة أم لم نكتشف؟ تبين طبيا مؤخرا أن هناك حالة مرضية لو لم تحصل هذه اللفة، لو دخل العصب الحائر recurrent laryngeal nerve من المخ نحو الحنجرة مباشرة دون هذه اللفة، هذه حالة مرضية تسمى non-recurrent laryngeal nerve، حالة مرضية تسمى حالة العصب غير الملتف. وفي هذه الحالة يصاب المريض بتضخم في بعض الشرايين الخارجة من الأورطة ومشاكل في البلع والتنفس. فالمعلومة التي أصبحت من بديهيات الطب الحديث أن فرع العصب الحائر وقت نزوله ليلتف حول الأورطة، فإنه يقوم بتغذية المريء والقصبة الهوائية والقلب، يغذي الديب كاردياك بلكسس. بل ومؤخرا تم اكتشاف فوائد لهذه اللفة في المرحلة الجنينية. يبدو أننا سوف نؤجل خرافة الإنسان السمكة قليلا حتى نبحث عن تخمين جديد.
ننتقل الآن إلى الدليل الثالث لدعاة النظرية، وهو دليل فيروس النسخ العكسي ريتروفيروس. يقول دعاة النظرية أن شفرة فيروس النسخ العكسي توجد في نفس المكان تقريباً في جينوم الإنسان والشمبانزي، وهذا دليل على أن السلف المشترك حتماً أصيب بهذا الفيروس وبالتالي نقله للإنسان والشمبانزي. والجواب أن هذه الشفرة المزعومة لفيروس النسخ العكسي في جينوم الإنسان تبين أنها شفرة وظيفية وليست بفيروس مرضي، شفرة لتسلسل وظيفي يؤدي لمهمة حيوية داخل الخلية، وهذه الشفرة تساعد الجين B53 في عمليات تنظيمية داخل الجينوم، وهذا الجين لو حصل خلل في وظيفته فإنه يؤدي للإصابة بالسرطان، عافانا الله وإياكم. نصف إصابات السرطان مصدرها خلل في عمل الجين B53، فما كان يزعم أنها شفرات لفيروس نسخ عكسي هي شفرات وظيفية وليست فيروساً مرضياً، شفرات تسلك كجينات طبيعية تماماً وتؤدي وظيفتها باقتدار، فهي ليست إصابة ولا يتعامل معها الجينوم كإصابة. ولو كانت إصابة فمن المعلوم في علم الوبائيات وهو ميدان عملي، من المعلوم أن الخلية لو أصيبت بفيروس فإنها تموت الموت المبرمج للخلية أبوتوزيس، هذا فضلاً عن أن تظل حية، فضلاً عن أن تكون هي النطفة التي ينشأ منها الجنين والتي في العادة تكون أنقى وأصلح الخلايا على الإطلاق. لكن هنا قد يسأل سائل ويقول كيف توجد نفس الشفرة في نفس المكان؟ في عالم الكائنات الحية نجد شفرات مشابهة لشفرات فيروس النسخ العكسي في نفس المكان لكائنات حية هم بأنفسهم دعاة النظرية يعترفون أنها سلكت طرقاً تطورية مختلفة. إذن السؤال سيعود على نفس دعاة النظرية، كيف يسلك كائنان طريقين تطوريين مختلفين ثم توجد بهما نفس الشفرة في نفس المكان؟ وهذا ما نراه مثلاً في آكلات اللحوم كالثعالب والمجدرات كالأغنام، مع أن كلاً منهما سلك طريقاً تطورية مختلفة تماماً. نفس الأمر أيضاً نراه عند قردة البابون والقطط في نفس المكان، فإما أن تقبل أن هذا أمر طبيعي ولا علاقة له بإثبات تطور كائن من آخر، وإما أن تعترف بخلل في نظرية التطور لوجود شفرة في نفس المكان لكائنات غير مرتبطة تطورياً. بل والأعجب من كل ما سبق، لو استخدمنا هذه الدعوة، دعوى أن شفرة فيروس نسخ عكسي في نفس المكان دليل على التطور، لو استخدمنا هذه الدعوة بنفس هذه الصورة فإنها سوف تكون دليلاً على خطأ نظرية التطور. دعونا نشرح كيف ذلك وركزوا جيداً. اكتشف العلماء شفرة فيروس نسخ عكسي توجد في الشمبانزي والغوريلا والقردة الأفريقية وقردة العالم القديم، ولا توجد في الإنسان شفرة BTERV1. وبما أنه طبقاً لنظرية التطور، بما أن السلف المشترك للإنسان والشمبانزي انفصل عن الغوريلا قبل انفصال الإنسان والشمبانزي، وبالتالي لو وجدت شفرة النسخ العكسي في الغوريلا والشمبانزي فلا بد أن توجد في الإنسان، وإلا فالتطور وهم. السلف المشترك للإنسان والشمبانزي انفصل عن الغوريلا قبل انفصال الإنسان والشمبانزي، هذا كلام دعاة النظرية. إذا لو وجدت شفرة فيروس نسخ عكسي في الغوريلا وفي الشمبانزي فلا بد أن توجد في الإنسان، وإلا فالتطور كما قلنا وهم. والعجيب أن هذا بالفعل ما حصل طبقا لدراسة علمية نشرتها مجلة الساينس ديلي، فإنه توجد شفرة فيروس نسخ عكسي BTERV1 في الغوريلا والشمبانزي ولا توجد في الإنسان، وهذا يسقط التطور بنفس أدوات احتجاج التطوريين. وهذه كانت أشهر دلائل دعاة النظرية على الإطلاق. التطور هو تخمين فلسفي وافتراضات وهمية لا أكثر. أما العلم والبحث
فدائما ما يحرجان هذه النظرية. الإيمان بالوهم سهل لأنه المبرر الوحيد للمادية، لكن أن تؤمن شيء وأن تثبت إيمانك شيء آخر تماما. لكن أن تؤمن شيء وأن تثبت إيمانك شيء آخر تماما. واجب الحلقة اليوم هو مراجعة الدورة مراجعة سريعة استعدادا للاختبار في الحلقة القادمة إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم.